البنوي مناظرة بين الرجل والمرأة، ويمثل الرجل الأستاذ الدكتور نبيل البلولي. فلتتفضل الأستاذة ليلى لبدء المناظرة. احنا بقينا عايشين في غابة بيحكمها كائن اسمه الراجل، كائن ما بيحركوش غير شهواته وغرايزه، وهو سبب الرئيسي في ظاهرة التحرش. اسمحي لي اختلف معاك يا دكتورة ان الراجل سبب التحرش، لا الست اساس التحرش، لانها لو لبست واسع واحترمت نفسها الغريزة اللي في الكائن اللي انت بتتكلمي عليه ده مش هتستفز، وبالتالي هي اللي غلطانة. او تقاطع الرجالة زيك كده وتبقى لمؤاخذة يعني سوري في الكلمة مع أدى، ولا ايه؟ انت ازاي تسمح لنفسك تتدخل في حياتي الشخصيه؟ وبعدين ازاي دكتور حاصل على الدكتوراه بتاعته من احسن جامعات في امريكا بيفكر بالطريقه دي؟ فعلا مثال لكائن الراجل المتخلف اللي مش شايف ان الست هي نص المجتمع، مثال لكائن اللي بنتكلم عنه. اتفضل. انا بتفق مع حضرتك يا دكتور ان الراجل مش سبب التحرش، لاننا ما ينفعش نقول على المتحرش راجل من الاساس. الراجل هو اللي بيقدر المراه، المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي السكن للراجل، هي اللي بتربي وتعلم، هي اللي بتطلع رجالة بجد للمجتمع. عشان كده أنا مش شايف إن الست نص المجتمع، لا الست هي المجتمع كله. علي أنا وثقت فيك، اوعى تطلع زي بقيه الرجاله اللي بيقضوها مع البنت شهر والتاني وبعدين يرموها. احنا مش اتفقنا ان احنا ما ينفعش نقول عليهم رجاله؟ وعموما ما تخافيش، انا عمري ما هبقى زي بقيه الرجاله واقضيها معاكي شهر والتاني وبعدين ارميكي. عشان انا هرميكي دلوقتي حالا. قلنا لكم البس واسع، عرفت بقى ان كان قلبي عليكم، يلا فلتسحقكم السلامه. اطلع يا اسطى اتوبيس كومبليت. انا هفضحكم وديكم 60 داهيه. كله بيقول كده. انا بعمل بقى كده. في مكتب شكاوى على الناس، يروح اشتكي، اللي يعرف ابويا يروح يقول له. خلاص جاي جاي. يلا يا بلبل، عندنا اجتماع مهم في المكتب، شاب عمال يزن. لا بلاش العربية دي، خلينا في العربية البيضة، محضر لك مفاجأة بيضة. نهارنا أبيض بالصلاة على النبي. إيه ده؟ وحشتيني قوي قوي. ايه علي؟ ايه وحشتيني قوي قوي قوي؟ انت تعرفها؟ انت اول مره تشوفها. لا يا راجل، دي بوسي اللي حكيت لك عليها. حلوه بوسي، بس ما ينفعش تيجي معانا الاجتماع. يعني امشيها؟ لا نلغيه. بوسي املي الكاسات واسقينا. يا دي النيله، ادي شاب يزن اهو. اطلع يا معتمد. ايوه يا شاب، الغي الاجتماع، عندي اجتماع اهم. اتفضل علي بيه، اتفضل علي بيه، احنا في الامان. شهاب لو شافها هيفتكرها موظف في الشركه نسي يلبس البنطلون بتاعه. امان. معلش بس عشان في شويه قروش. انت فين يا استاذ علي؟ بتلغي اجتماع الضرايب ليه؟ ها؟ واجتماع ايه ده اللي عندك اهم من اجتماع الضرايب عشان تلغيه؟ على فكره انت هتخش السجن. مش سامع، مش سامع، مش سامع. يا ابني اسمع يا ابني،
هاف فان يا علي بيه، هاف فان. ده انا هوريكي مكان رومانسي عمرك ما شفتي زيه في حياتك قبل كده. في ايه يا شهاب؟ بتجعجع في الشركه كده ليه؟ الضرايب مديانا مهله شهر، يا الدفع يا الحبس، وكله من تحت راسك انت. اهدى يا شهاب وما تنساش نفسك. تنساش نفسي؟ يا ابني انا اللي بالي الشركه دي مع ابوه. انا المدير القانوني، الجي ام، جنرال مانجر، وانا البي ار بتاع الشركه دي يا شهاب. امبريليشن شيب مانجر، يعني قوي. مهندس، مهندس علاقات. اهدى يا شهاب كده عشان نتصرف في المصيبه اللي انت بتقول عليها دي. اللي قول لي، البنت الغنيه اللي انتوا عايزوا يتجوزها ديت موجوده لحد دلوقتي؟ ما هي؟ بقى انت اللي بتتكلم في الجواز يا اورني. صدقني يا شهاب، لا دي اخلاقي ولا مبادئي. بس اللي مهون عليا الموضوع ان احنا نيتنا مش نظيفه. سيبولي انا هقنعه بالمصيبه اللي انت بتقولها ديت، على اخر الزمن هنمشي في الحلال. هو ده بقى المكان الرومانسي اللي عمري ما هشوف زيه في حياتي؟ لا. هو ده بقى المكان الرومانسي اللي عمرك ما هتشوفي زيه في حياتك. لا 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 بقى بذمتك يا بلبل دي عيشة تتساب واروح اتجوز. اسمعني بس علي، شاب قال لي ان البنت لسه مفركشة، والبنات لما يبقوا لسه مفركشين بيبقوا عاملين زي حتة الصلصال، واحنا مش هنعمل اي حاجة ابدا. انت هتتجوزها، تاخد فلوسها، نسدد ديوننا، وبعد كده خلاص باي باي. صدقني يا علي، النهاية السعيدة، هابي اند. 60 باوند مش انت يا رخيص؟ وانتوا ما بتصدقهم يا ساتر. انت هتروح بكره مع شهاب، وانا قاعد هنا في الفيلا اجهز لك عيد الميلاد بتاع الاسبوع ده. هو بلبل عيون بلبل، انت مالي ايدك من البت دي؟ بشرفي، دي بنت غلبانه وعايزه تعيش. يا خرب بحرك يا سرك في العروسة دي زي الأمر، ما فيهاش غلطة يا شهاب. قتلته. مين؟ خطيبي. شكيت فيه، راقبته، اكتشفت إنه محول مكتبه جارسونيرة. قفشته، طلعت المسدس وضربته 16 طلقة لغاية ما خليت جسمه مصفى. والغريبة بقى إن الكلب ده اختفى من حياتي من ساعتها. يا ترى راح فين الكلب ده من ساعة ما مات؟ وزهرت ياسمين. ياسمين مين؟ آه سوري، نسيت أعرفكوا عليها. ياسمين علي شهاب. أمر ياسمين، بسم الله ما شاء الله. أنا عارفة إنك بتحبني ومخلص ليا، صح؟ ناوي نتجوز إمتى؟ أنا عايزة الفرح أوت دور. أنا فصيلة دم يا أم. في إيه؟ طيب سوري، انا لازم اروح الحمام عشان عندي ميتنج مهم جدا جدا جدا. ممكن بليز تاخدوا بالكم من ياسمين؟ فعينين. ايه يا شهاب، انت عايز نتجوز واحده مجنونه؟ شو وطي صوتك، ياسمين احدى. ياسمين انت كمان، انت عايز تجنني؟ انا همشي. لا، الكاميرا بتاعت موبايل ياسمين احلى. ياسمين ممكن بليز تاخدينا سيلفي الخطوبه؟ الله، ياسمين ابعتها لي على الواتساب لو سمحت. عيد ميلاد علي بيه فاضل له يومين ولسه ما توصلناش لفكره ترضيني. انا شايف فيه رحرحه ابداعيه، في ترهل فكري، ده تسيب اهمال. بالنسبه للساحره الكولومبيه اللي جايه، عايزكم تحجزوا لها سويت، ومش اي سويت، رويال سويت. احنا مش جايبين الساحر مدحت يا اساتذه، دي بتطلع البيضه من اماكن عجيبه يا اخوانا والله. والله يا حرام كده، كل اسبوع عيد ميلاد، كل اسبوع عيد ميلاد، ومصاريفه خراب بيوت. يا ابن حرام عليك، الواد هيتحبس، احنا في مصيبه. فعلا يا شهاب احنا في مصيبه، تخيل البلالين الهيليوم ناقصه من السوق. عشان كده عايزك تمضيني على 30 40 الف يبقوا معانا ان كيس. يلا امسك الوصل ده عشان نلحق نسرق. طبعا انا طول اخش السجن على ايدين مرة كولومبية سافله بتطلع مش عارف ايه منين. علي بالمناسبه صحيح، البنات اللي جايين الحفله انا رايي نوحد ازاي. مالت؟ لا مالت ايه يا بلبل، ما يصحش كده. الله يبارك لك، لبسهم بيبيرات على الاقل عشان البرد. الله على طيبه قلبك ورقتك، انت ايه يا اخي؟ جنب قلب ام. اكتب يا ولد.
اهم حاجه بقى البنات اللي يجوا يبقوا صعبين، مش عايز بنات سهله زي كل مره. فين التعدي في الموضوع يا اخي؟ يعني انا مثلا عايز واحده محترمه مخطوبه وبتحب خطيبها تتجوزها ويبقى في ريسك يتخرب بيتها. وانت كمان يا شهاب على فكره لازم تيجي اليوم ده. لا انا راجل بخاف ربنا وعندي بنات. سلام عليكم. استنى بس يا شهاب. شهاب انت رايح فين؟ لا ده لازم يمضي على الوصل عشان نلحق نصرف. شهاب استنى استنى يا حبيبي. الله في ايه يا اخي؟ انت بتوقف المراكب السايره ليه يا ابني؟ يا ابني كل اللي بتعمله ده هيتردلك كما تدين وتدان. طب هيتردل ازاي؟ انا لا متجوز ولا عندي اخت ولا عندي ام ولا عنده تيزه. يبقى ما نبهدلش بنات الناس معانا ليه؟ مش كده؟ همشي قبل ربنا ما يخسب بينا الارض. وانت خليك كده، الناس تكرهك كل يوم عن التاني لحد ما تموت وانت لوحدك. انا ما يهمنيش راي حد فيا على فكره، انا عندي ثقه في نفسي. انا ما فيش حد بيكرهني يا شاب. طب قول لي مين بيكرهني؟ طب قول لي وانا اقول لك مين اللي ركب لك ديل في الشركه الاسبوع اللي فات. علي يا شهاب. يا ساده انا توصلت اخيرا للفكره بتاعت عيد الميلاد الاسبوع دوت. الحب الحنان. عايزكم تحسسوا علي بيه قد ايه احنا بنحبه، قد ايه ما نقدرش نستغنى عنه. بس حسكوا عينكم يحس ان احنا بننفق. انت الذي بدونك الحياه مستحيله، فمنك الحب وتعطي الحب في ليال طويلة. لا أجامل ولا أنافق، فنساء الكون بين يديك خميرة، أهديها لك على طبق من ذهب، فإن لم ترضى فهي أسيرة. شجاعتي تنتابني فلا أداري فكري، وأنا أبلغ من موسى وبكري. تردش على تليفونك ليه؟ انت في كارثه. مفيش كوارث والحياه حلوه وانت شايف الناس بتحبني ازاي؟ اقعد ساكت بقى يا شهاب. يا ابني اسمعني. مش سامع مش سامع. بي 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 بي. يا حبيبي انت في مصيبه بجد؟ مفيش مصايب والدنيا حلوه يا شهاب. بقول لك يا شهاب اطلع اقول لك كلمتين حلوين من قلبك كده بدل اللي انت عمال تقوله ده. يلا. انت الذي والذين. ده بقى المثقف بتاعنا. شهاب تعال اقول كلمه. يلا. انت خلفت بنت. عايز تقنعني انك من كام يوم تقول لي كما تدين وتدان والنهارده جاي تقول لي خلفت بنت؟ انا باخد بالي كويس قوي في الحاجات دي يا شهاب، ولا انت مش شايف شغلك يا نبيل؟ باشا انا بامنه كافه التامين اللي تتخيله واللي ما تتخيلوش. انا ناقص الف علي شخصيا في كيس زباله. ولو علي مش شايف شغله يا علي يبقى هو. مش انت المحامي يا شهاب ولا ايه؟ والله بقى تصدقوا ما تصدقوش انتوا احرار. الورق سليم وقدامكم اهو، اتاكدوا بنفسكم. واضح ان معاها محامي عقر ضرب عقد جواز وبعد كل الانذارات على عنوانك القديم. ما خلفتش يا جدعان. قلت لك الحجر الداير لابد علطته. انا ملطوط يا نبيل؟ انت قطقوط. انا عايزك ما تشغلش بالك في الليله الحلوه الجميله دي، ده عيد ميلادك بنستناه من الاسبوع للاسبوع. احنا هنضرب عصفورين بحجر. لو مش بنتك هنديهم قرشين ونغورهم، ولو بنتك مصلحه نعمل لها اوضه حلوه كيوت، البنت تمشي جنبك في الشارع، البنات يشوفوها يقول لك بنت مين الحلوه الكيوت ديت، وهنشقط بيها بنات برضو. وين وين. وصدقني انت ما تعرفش الخير فين الا البنت فين يا شهاب. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner. هما ازاي جاي لهم قلب يجيبوا طفله في مكان زي ده؟ تربيه عدم. هما دول بيربوا عيال، دول بيربوا زبون. يلا يا علي بيه تعالى. شكلنا هتنبسط قوي. اتفضل يا علي بيه اتفضل. مش قادر امشي. لا لا وصحابي تتاري. عيني على لقمه العيش اللي بتزيد للرجاله. رجاله خدوا. ده فين البت يا جدعان؟ لا لا
مش انت هموت يا انت. دي ليها مستقبل زي الفل. طب يا بلبل ما تشوفها لنا؟ مش قلت لك ما تعرفش الخير فين؟ يا بوي يا بوي يا معالي حبيبي القلب يا معالي مش قايل لك بلاش الحركه دي هموت. انا عامل قلبي مفتوح يا بلدينا. سروالك انت اللي مفتوح. غور من هنا هنموت. قول مين ما دوقهاش ايه؟ ايه ده؟ شبهك الخالق النطر. مين؟ يا عم ده سكرانه جاي يرمي بلد. قول من هنا يا عم. انت مين؟ انت هشام العاصي. ايوه مين يعني هشام العاصي؟ ده اكيد اللي خدها على النواصي ودوقها المخاصي. لا انا اللي رفعت القضيه وكسبتها يا عينيا. بنتك اهي. فين؟ اهي. مين؟ اهي. بص كويس. رقاصة زي القمر. أخيرا حسيت إنك ليك بنت. حبيبي يابا، حبيبي يابا، يا حبيبي يابا، حبيبي يابا، يا حبيبي يابا. يا بنت مش كده. الله الله والله ما هي راجعة. حلال عليك، أدي هتحلت. يلا يا نبيل. استنى بس يا علي. يا بنت ايه القرف ده؟ جاتك القرف؟ انا مش ابوكي. ولما انت مش ابويا حضنتني ليه؟ لا جرايب انك لا 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 ده انا باكلها بعرق جبين. هاتي الثمن الحضن. اه حقها. لا ده انا ما بحلتش. يا بنت يا بنت ابوك اهو اهو. بقى العيل الخرق ده يبقى ابويا انا؟ دراستها اتخن منه. كلمة الحق ظهرت. أنا عيل خرق يا جماعة، ما ينفعش أخلف واحدة جربوعة زي دي. يلا يا نبيل. جربوعة مين؟ جربوعة مين يا راجل من غير أمارة؟ يا طعم من غير سنارة؟ يا سمك مليان زفارة؟ يا دخان من غير سيجارة؟ يا اللي كيفك ما بيجيش إلا على خيارة؟ أي طب وعولي بقى عشان أنا همد إيدي على البيت مين النهاردة؟ تمد إيدك على مين يا شغلي مستقبلي ليه يا شيخه كده؟ عشان اطمن بس اني ماليش جيش في المستقبل. استهدى بالله يا جماعه. اهدى يا استاذ علي، دي مهما كان بنتك. بنتي ايه؟ دي بغله، دي اكبر مني. ولا انا محترمك يا ده عشان انت ابويا، غير كده كنت شايتك نصين هنا. سبحان الله، نسخه طبق الاصل من والدتك هنيه. ايوه هنيه. مين بقى هنيه؟ انا كده افتكرت. يا من 23 سنه. ما تخلص بقى يا شهاب. وانت عندك 11 سنه كده، اول ما شنبك خط وبقيت راجل كان عندك دادة اسمها هنيه. كانت بنت طيبه وعلى نيتها، بس كانت فرصه. كانت فرص فعلا. انا فاكر. المهم في يوم رجعنا لقيناك معاها في اوضه النوم. بتغير له اكيد. هو اللي كان بيغير لها، بس عشان هي بنت حلال وطيبه وفرصه ما رضيناش ناذيها وسيبناها تمشي ساعتها. طب بقول لكم ايه بقى، عشان كده شكلها نصبايا. اشمعنى يعني افتكرتوني دلوقتي؟ هنيه كانت مخبيه السر ده طول عمرها. ولما تعبت قالت على كل حاجه قبل ما تموت. وبعدين براحتك، انا معايا حكم محكمه انك تعمل دي ان ايه. ولو رفضت يبقى عملت معانا احلى واجب. لان ساعتها بقى هناخد حكم انها بنتك على طول. شكرين يا عزل. ما تاخد تملة دي. تملها انت، انا مالي؟ افرض طلعت بنتي، ما انا ساعتها هلبس. ما احنا جايين نتزفت نعرف اذا كانت بنتك ولا مش بنتك. ما تقلقش انا عامل حسابي. هات. يبقى خليها تثبت نسب بقى مع سينا كولا. ها انت جاهز؟ احنا خلصنا. ايه ده؟ العينه. احنا بناخد العينه من بقه. وهيعملها لك ازاي من بقه؟ اعملها لي كده. قال بنتك قال،
واحنا كوركات. فلهذه الاسباب حكمت المحكمه بشهود نسب المدعيه للمدعى عليه، والزمت المدعى عليه المصروفات شامله اتعاب المحاماه. زعبولة مين؟ شربقي مين؟ خد الشنطة من مس زعبولة. حلو عربيتك، مش دي المشتوبيسي الجديدة؟ أيوة هي، بس دي المواصفات الخليجي. والنبي عارفاها، أصل الواد كوارع ابن أم أحمد المرضاة عنده زيها، بس التاني بقى أشيك منيكو، مجنط ومفلم. عايزين نبقى نجنط ونفلم، على الأقل يبقى فيه شياكة كده. أبا اسمه بابي. بابي 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 بي اي بي واي. يا عم انا راجع بطني بقى، ما تفرضش عليا ليه؟ وانا مش هكلمك يا عم انت. شش، مش عايز اسمع صوتك خالص. ينفع اللي انا فيه ده يا شاب؟ دي شكلها اكبر مني من الشقه اللي بيشوفوه. انت بتعرف ان ام شربقي دي 19 سنه بس؟ اوه، ام شربقي تين ايجرز. ذاتس نايس. علي انا عايزك تنسى اللي حصل النهارده ده، انا هجيب لك البنت ندى النهارده تفوقك وتروقك، تنسيك بقى زعبوله وام زعبوله وبنت الكلب اللي كانت واقفه هنا. بلبل في ايه؟ ما تحترم نفسك. سوري، اصل الموضوع لسه ما ركبش في دماغي. هي فين؟ هي مين؟ بنت الكلب اللي كانت واقفه هنا. صحة؟ لا انا كده مش قادر. اسمع بقى يا بنت، انت البيت ده مالكيش دعوه باي حاجه فيه. عايزه تقعدي في البيت ده في قوانين لازم تمشي عليها. واحد، النزول مش قبل 6 والرجوع مش بعد 6. يعني انزل وارجع في ساعتها؟ لا، 6 الصبح و6 بالليل يا ظريفه، وعشان خفه دم اهلك دي مفيش نزول من اساسه. ولو مش عاجبك امشي. اتنين، تنضفي كده وتقصي ضفر الصباع الصغير اللي انت بربياه ده. لو علمت ما في الضفر الصغير لربيته في الصبع الكبير. يا سلام يا روح امك. طبعا يا حبيبي، انا بعمل بيه حاجات كتير، بربط بيه مسمار مرحرح، بهرش بيه فوداني، لو باكل بقى حته لحمه كده وحته نسير علقت في اسناني بصباعي كده راح عامله ايه؟ بس جاتك القرف. ثلاثة، انا في البيت ده اعمل اللي انا عايزه ومالكيش دعوه بضيوفي، يعني واحده داخله واحده خارجه تتكتمي وتحطي جزمه في بقك. لا يا عم حد الله، دي شغلانه نكسه وكل اللي بيشتغلوها انجاز. مش كلهم والله. اخيرا وليس اخر. ها؟ يعني اخر حاجه بس لسه مش اخر حاجه، مش عارفه افهمها لك انت ازاي. تنسي اسم زعبولة ده خالص، مش عايز اسمعه. انا هخش انام شويه، نجري على اوضتك فوق واديها اوضتها يا شاب. تعالي معايا يا بنتي. اتكى على الصبر بس كده. خلي بالك من افعالك عشان هتاخد لفه ورجعالك، عشان الكبير لو احترم سنه الصغير مش هيقل منه. خد البقين دول مني يا شقيق عشان ما تشتكيش وقت الضيق. يلا. مبروك يا علي، انت خلفت محمد رمضان زي القمر. اتفضلي يا ستي. ده بيقولي مفيش نزول. طب ودي ليه لغزه؟ مش ده ابويا؟ والنعمه الشريفه اللي انا طالباه في بيت الطاعه. بتاعت ايه يا بنت انت هبله؟ يا بنت رواقي، انت من النهارده صاحبه البيت ده وتعملي فيه اللي انت عايزاه. التابلة اتأخرت ليه؟ عشان مقام النهوان. نهوان دي تبقى أمك. التابلة ما تسكتش لحد آخر البروفل أو أما أنت تموت، أيهما أقرب. خش يا حنكشة. البالي البيت كباريه. الله، انت قلت لي مفيش نزول، اديني
لك البروفل فعلا. اوعى يا عم. ايه ده ابي ده بنت ده بنت؟ انت مش قلت لي هنيجي عند ابوك يا بنت؟ جايبيني فيلت عشيك بتخونيني بتخونيني يا زعبله. اخرك ايه بس يا زباله؟ ما تفهم بس لسه فاهمك على كل حاجه. خد هنا يا خد هنا يلا. استنى يا ترابيطه. ايه ده تضرب يا بنت؟ انت عايزك تمضي لي على يا لهوي يا بنت بعيد عني يا بنت وانت كمان. انا هفتح ابوك ايه بدي انتيك 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 تقول ما خدتش انت من يوم انا ابو متخلف وكمان زي ما محاشي. ندى ايه ده في ايه في محشي؟ لا 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 تعالي هنا. انت مين بقى؟ انت امها؟ طب لا مؤاخذه يا حكه اخينا ده انا هطلع عين. ابوك شهاب شوف اي عربيه ترمي الزباله ده في اي مقلب زباله. زباله ايه؟ زباله ده خطيب وبعدين ده لسه خارج من الحجز عشان بس عيل فرفور زيك كده قال لي يو ار كيوب. ده لما يفحر شرحك. هو مين اللي ضرب؟ مش متابع والله. واحدة واحدة. مش قادرة يا علي روحني. أنا وشي باظ. وأنا أحتاج وشك في إيه بس يا ندى؟ أنا أحتاج دماغي كلها في إيه أصلاً؟ اقعدي بس اقعدي. إيه الطريقة دي؟ طب واحدة واحدة عليا. قولي بحبك. قولي وحشتيني يا ندى. كده يعني. هتصدقيني يعني لو قلت لك كده؟ تقيل جاي بقى. ده أنا هوريكي مكان رومانسي عمرك في حياتك ما هتشوفي زيه. في ايه يا وليد؟ ايوه علي محتاجك قوي علي جنبي. خطيبتي قفشه عليا ما بتردش من ساعه لما سافرت. ما هتلاقيك خانقها طبعا. يا ابني البنات دول اغلب من الغل وبعدين انت معاك واحده كنز كنز مش هتلاقي زيها. بعدين دي هبله عبيطه هبله عبيطه. ماشي طب يلا روح انت وابقى طمني. سلام. مع السلامة. هي مين دي اللي هبلة عبيطة؟ انت هبلة عبيطة. وليد ده بني آدم مفيش منه. واديكي شايفة هو بيحبك ازاي. ده طول اليوم قرفني. راحة فين؟ جاية منين؟ بني آدم غيور ومقرف. لا 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 ما تغلطيش في عز أصحابي. صحابي خط أحمر يا ندى. علي ما هي طالعة ورايا ومعاها سلاح وشكلها ناوي على الشر. يا نهار أسود ومنيمة. لو فتحتي بقك هنتخرم كلنا. حبيبتي روحي وحشتيني 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 وحشتيني. هي فين؟ هي مين؟ البنت اللي معاك. انا شم ريحة واحدة. يا ماهي على هزارك. واحدة ايه بس يا حبيبتي دلوقتي؟ انا كنت في اجتماع. علي ما تجننيش. اجتماع بالبرنس؟ ما انا كنت في اجتماع مع محمد كريم. وايه ده يا علي؟ مفيش. الراجل كان وحشه جاي بوسه عضه. انتوا اتحسدتوا يا جماعة. احنا هنسهر فين الليلة؟ هننبسط ازاي؟ مش عارفة. ياسمين تحبي تروحي فين؟ اوكي حصلونا على هناك. نايس تشويس. نايس تشويس ايه؟ يلا بينا عشان نبقى كابلز. كابلز ايه؟ على فين اصلا؟ الحق غير عشان نحصلهم بقى. ايه يا بت يا معالي ده؟ ايه الصور دي كلها؟ انا عارفة ابويا مغرق لي الاوضه بصور ساره سلامه. شكلها مجننه. خلي بالك احنا لما نتجوز بقى مش هنقعد في المول اللي انت عايشه فيه ده. لا هيقولوا عليا ايه؟ بيئه. انت تأمرني امر. بحبك ياد بحبك ومفيش حاجه في الدنيا دي كلها هتفرقنا عن بعض. ونفرقونا يا معالي. شوقي وشوقك هيتقابلوا ونجمعونا نرجع نلالي في ضي الامر ونحوطونا. عيش العصفوره يا حوين. أنا خلاص يا نبيل مش قادر أعيش الحياة دي. علي ياسمين عايزة فشار.
خد الفشار كله يا ياسمين اهو. اتفضل الصوت لو سمحت، مش عارفين نتفرج. معلش يا استاذ، احنا اسفين جدا. علي انت اللي مصعبها على نفسك، انت ممكن تعيش الحياه عادي، شغلها اشغلها في اي حاجه. علي ياسمين مش شايفه الفيلم من اللي قدامها. تقيله السودا. لو سمحت يا استاذ معلش، ممكن تنزل تحت شويه عشان ما فيش حد وراك اصلا عايز يشوف. بص يا علو، انا عندي حل ظريف لطيف، شغلها اوفيس بوي في الشركه، ترتاح وتريحك وهتريح. ايه ده؟ ليه كده؟ عشان الحيوان ده بيتحرش بياسمين. انت جننت يا استاذ؟ تتحرش بياسمين؟ ياسمين مين؟ احنا اسفين. اسفين دي تقول ياسمين؟ تعالى. لا 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 ربنا يعدي بينا البر الحنان. ونسرقونا. نسرق ليالينا في شوق السمر. ونفرقونا. قلوبنا تلاقي بعض في أي مكان. ونهشونا. خلاص بقى يا زبالة ما تطلعش عين أمي. أنتِ سنجفتي حياتي. سنجفتي حياتي من ساعة ما دخلتيها، من ساعة ما فتحتي بكبورة قلبي ورحتي نطة جواها طرطشت على مشاعري من غير إساءة أدب مني. هو انضربونا ليه؟ ليك انت ايه اللي جابك هنا؟ انا ايه اللي جابني يا حيوان؟ لا لا لا. الكلب ده ما اشوفوش هنا تاني. واعملي حسابك بكره الصبح هتستلمي شغلك الجديد. ما تلعبيش في حاجه يا زفته. يا علي خليك معايا وخلينا في مشاكل الشركه. الديون تراكمت علينا والسياحه واقفه. انت عارف المستثمر اللي كلمنا الشهر اللي فات؟ وسام باهر. لسه عنده استعداد يشاركنا. انا بقول نقبل الشراكه او ناخد منه قرشين نسدد بيهم الضرايب والديون. وانا بحكم شغلي عرفت ان وسام باهر ده بيموت في النسوان، فاحنا هنعمل حفله فيها كل النسوان كافه الاحجام والاشكال على كام شخصيه محترمه كده، ونزنقه في الحفله دي انه ما يمشيش الا وهو ماضي. وانا عمال اسال نفسي انت شغلتك ايه في الدنيا؟ اتاريك طلعت سمسار نجاسه؟ اه يا نجس. مهندس علاقات. اتنيل. طبعا طبعا خليه يتفضل. اهلا 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 وليد يا جماعه، صديق الطفوله وقبطان قد الدنيا، ده غير ان عنده شركه تنظيم حفلات كبيره. وايه كمان يا ولده؟ مش وقت والنبي علي، انا ده خطيبتي ما رجعتش من ساعتها، انا قلقان. اشوف لي حد متابعك يدور عليها. ما تقلقش خالص خالص نبيل، لو سمحت ما تروحش بيتك الا لما تلاقي له خطيبته. تحت امرك علي بيه. متشكر قوي علي. انت بتشكرني؟ عيب يا ابني، انت اخويا. ازعل والله. على الاهل دينا لقيناها لك اهو. يعني تعبناك يا بلبل. اسرع دليفري في مصر. احيي. وحياه امي اللي ربيها. ايوه كده علي، اديها على بوزها. اتلم يا عم الشيطان انت يا ابن البنت غلبانه. وحياه امك يا معالي، لا هخلي كل حته في جسمك لون عشان اللي بيحصل فيها ده حرام. فربت عليك عيشتك. عدتوها زعبولة. كفيني يا دراري الجلب شنبات من غير كلبشات. وديني اللي ما هيتلم سقف الله الاول خلقت امه والدم. انت بتعمل ايه يا انت يا ده نهار زومبي. هو اسود النهارده ولا كده؟ ده هو اللي يجي على زباله ميت ميت لا محاله. يا ريت اللي قلته في العربيه ده يفضل سر يا بنت. كده تلعب النار زعبولة. ما بتردوش ليه؟ هتقوله؟ انت عارفه المعلم عوق لما بيزعل. شغل العوج والتشنجات ده ولا بياكل معايا بتاتا. في لحظه السر الالهي بتاع كل واحد فيكم اسحبه منه على الفوري واخبط بيه بسلام في جنه الخلد، عشان مش انتوا شويه بلاليس اللي هتيجوا تلطوني على اخر الزمن وتخلوني افرز عشان ابرز. بنت زعبولة بيهيف. يو ار ا جود جيرل. بس يا بابا. لا انا ابوها بجد يا جماعه، مش زي ما انتوا فاهمين. طب يرضيك زعبولة واكل عن معلم 132 جنيه ونص قسط الموبايل بتاع الواد زباله؟ يعني كل الموضوع ده عشان 132 جنيه ونص؟ اتفضل يا سيدي، فلوسك اهي وخلي الباقي علشانك. عداك العيب. وانت يا زعبولة المعلم بيبلغك حظر تجوال الحاره والكباريه وبيت الواد زباله. فينش. كسرتي حاجات ب 100,000 جنيه عشان 132 جنيه ونص. اطلعي بره، مش عايز اشوف وشك تاني يا معلم. بره. طب حاسب كده.
بتعمل ايه يا علي؟ هتتحبس. احسن ما تقتل عشان 132 جنيه ونص. قولي بقى قولي. ايه اللي معادك هنا؟ انا مش قلت تمشي وما اشوفش في وشك تاني؟ يا عم بالراحه عليا، بس انا ما لقيتش حته اروح، والحاره دلوقتي لبش، وبعدين الوقت اتاخر وما لقيتش حته تلمني. فجاه بقيتي محتاجه مكان يلمك؟ ما انت مرزيه في الشارع طول عمرك. انا ما كنتش مرزيه في الشارع بخطري، الشارع اواني والهم رباني. كنت فين انت لما كنت بنزل اجري على لقمه عيشي؟ كنت فين انت لما الجوع كان بيقرص فيا واقول لنفسي استحملي يا بنت زمان ربنا شايل لك اللحظه؟ كنت فين انت لما صبرت واستحملت وكلاب السكك ما سابتنيش حالي وما لقيتش الا الكباري بس هو اللي يلمني؟ يا بنتي ما تقولش يا بنتي. كنت فين انت وانا مرميه بقالي 20 سنه في الشارع يا علي؟ كنت في اعدادي. معلش بقى شهاده. اسمعي، الاسبوع اللي جاي عندي حفله مهمه، اديكي قرشين تجيبي لي كلمتين نضاف كده عشان ما تفضحيناش. سامعه؟ نيلي خش نامي جوه. تكميلة قبض مهزق ملكش كلمة. صحيح ايه ده اتكل على الله. يلا ربنا يسهلك. يلا بره. ايه يا نبيل؟ ايه يا نبيل؟ ايه بابي؟ ايه بابي؟ ايه؟ معالي ايه القرف اللي انتي لابساه ده؟ انت جايبه اللبس ده منين؟ يا عم مش هنقول لك، مانيش فاهمك انت. علي وسام بيه عايز يسلم عليك انت وبنتك. وادي النيله السوداء. معلش اسمعي يا بنت، انت اي حاجه يقولها لك ما ترديش وتبصي في الارض وتضحكي ضحكه خفيفه كده وانا هقول له معلش اصلها بتتكسر. سامعه؟ حاضر ربنا يستر. تعالي استنى انجاجيه بس بالريش. وسام باشا اي بنت تعجبك ما تستاذنش، مد ايدك على طول. وبعدين عدم استئذان سعادتك شرف لينا كلنا. وسام بيه شخبطت اولاد سعادتك تخطيط لمستقبلنا. ايه ده هو في كده؟ اعرفك بنتي معالي علي القلة. وانا علي القلة طبعا. والاموره بقى بتشتغل ولا بتدرس؟ معلش اصلها بتتكسر. في علمك هي لسه مخلصه دراستها في اكبر معاهد اوروبا. اوبن مايندد ده. يا ترى بتشتغل ايه؟ رقاصه باليه. رقاصه باليه. العب باليه. والواد زباله بقى خطيبي هو اللي بيغني ورايا. شاب شقي جدا ملعون بيقولوا عليه زباله. دلع يعني. لكن هو مطرب ودارس في الكونسيرفاتوار. هس جبر سيه. لا ظبط لي كده البيز وخف السكسكه شويه. مساء الخير جميعا. انا زباله. شاب مصري مشاعره وغريزته غلبه. عايش قصه حب وبهميه. بستنهز الفرصه المبالغ فيها تجي. بعتذر لابويا البيولوجي. بابا علي بقول له بحب بنتك بحب بنتك وعشان كده عايزك تقبل اعتذاري واسفي. في هنا لبابا علي سبيشال ريكويست خش من التقطوعه النظيفه. I don't need it.
يا فندم ده فولكلور لعلمك دي احسن فقره والله لكن المرجيحه حلوه قوي ومريحه لكن المرجيحه حلوه قوي ومريحه انا خايف اقرب منك لكن انت مريحه نبيل انا مديحه لا طنط مديحه افرق ما بدهاش بقى علي علي ارجوك ما تبوظش الليله شهاب بقول لك تعالى معايا تعالى انا افهمك كل حاجه اتفضل علشان خاطري ايه اهدى ايه بس يا شهاب معلش عشان خاطر المستثمر احنا ما صدقنا لقينا طريقه تسدد بها ديوننا طول بالك بس لحد ما يمضي ما تتصرف يا عم نبيل علي انا مش عايزك تشغل بالك باي حاجه الموضوع ماشي زي الفل واخر حلاوه وبعدين بيني وبينك انا زقيت عليه البت ولاء حلوه ولاء ده الاسترايكر بتاعي وبعدين ما صدقنا ان الراجل المستثمر قاعد ومبسوط ومروق الحمد لله الراجل المستثمر مفشوخ ومتروق ايه مفشوخ ومتروق بقى كل ده يحصل عشان قلت لها ممكن تيجي معايا ما انت عشان استأذنت انا قلت لك تستأذن بس بشرفي قمر في الدم يا وسام بيه كفاية كفاية الله يخرب بيتك طب انت ايدك سليمة عشان تمضي العقود كفاية تحتي يا بابي انت متعرفش اللي حصل ده كان عايز ولا كلمة انا اتعاملت معاكي بكل الطرق وسايسة وسايست غباوة واستحملت أنا وإنتي ما ينفعش نعيش في حياة واحدة يا معالي حتى لو هتحبس مش عايز أشوف وشك تاني ياه هم وتزاح يا فعلا بس أموت وأعرف أعمل استبدالية مع الراجل المستثمر هي بنت عوق أساسا منتظر إنت منها إيه المهم ميناش جاية النهاردة وإنت لازم تقابلها أوكي؟ اتفضل شوف مين اللي جه هادم اللذات ومفرق الجماعات عندي ليك خبر مش كويس يا دي النيله نفسي مره واحده تجيلي بخبر عادل في اي حد حامل افهمك ايه بس يا عم ده الموضوع قلب غم احنا جالنا انذار من الضرايب يا الدفع يا الحبس لا يا شهاب مش علي القله اللي يتسجن ابدا بقول لك يا شهاب يحصل ايه لو نقلنا ملكيه كل حاجه لمعالي باتباعيها هيتنقل لها كل ديونه ادي هتحل انت عايز تديها كل فلوسه انا عايز اديها كل ديونه احنا نبيع لها كل حاجه ما تحلتش تلبس هي اتحلت نرجع كل حاجه زي ما بعناها اكزاكتمون بس السؤال بقى هنا يا بلبل واحده زي دي نرجعها ازاي بالغباوه الغباوه يا علي مفيش غير الغباوه يا اللي وشك في وشك يا مهبل عودك مرسومه يا اللي المزيكا دي ايه ده كلها بقت رجاله ولا ايه كان يا ابو خليك في صفيحه الزباله اللي انت جاي منها الزباله بقت بسرعه وبعيد بقى عن القلب الميت انا ممكن احبسكم بالقانون قانون يا شهاب مش بنت علي القلب اللي ترقص في كباريهات يا كباريه ما جابش راجل حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني اقوى توت وعائلي فني في مصر يعني البيت
مهني شهاب جاله انهيار عصبي بعد ما الفيديو نزل على اليوتيوب. الموظفين قعدوا يزفوه يقولوا له ارقصي يا شاكيرا. بقول لك ايه، فكك بقى من حوار البت ترجع ولا ما ترجعش، انا خلاص زهقت واللي يحصل يحصل. بنت هترجع يعني هترجع واحنا هنغلب. يا كل المشكله بس ان الغباوه مش جايبه مع البت دي، اللي يجيب مع البت دي بس هي الحنيه، مفيش غير الحنيه. معلي انا ما بقتش طايق حاجه من غيرك، لا البيت ولا الشركه ولا حتى الناس. وده من امتى ده؟ ان شاء الله من ساعه ما مشيت وانا مش قادر اعيش حياتي. انا اول مره اعرف يعني ايه اب، يعني ايه حته من لحم ودم تبعد عني. معلي انا عيان وادويه الدكاتره ما بترحمش. عيان ايه وادويه ايه؟ بتفهمي في الادويه يا معلي؟ لا. اوجمانتين وبنادول وفوار فروتي، ده غير القطافات اللي بينها شف عظم يوم من بعد يوم. يا ساتر يا رب. انا خلاص ما بقاليش في الدنيا غيرك، عشان كده قررت اكتب لك كل ما كل حاجه هتبقى بتاعتك. في ايه يا بوبي؟ هو انت هتموت ولا ايه؟ انا خلاص كبرت بقى، عندي 34 سنه، يعني قدامي 35 سنه واودع، انما انت الحياه قدامك لسه طويله، قدامك مش اقل من 35 سنه. بعد الشر عليك، تفهم من بقك. هي دي سنة الحياة، جيل بيسلم نفس الجيل. لا والنبي يا بابي. يا معالي. يا رحمك. لا شوف، اوعى تفهمني غلط. اللي انا بقولها دي مش زي ما انت فاهم خالص. لا انا فاهمك صح، يعني طبعا انا لو حلفت لك 100 يمين انها بنتي مش هتصدق. مين اللي قال كده؟ دي شبحك حتى موت. بنته طبعا. بس يلا بينا عشان الجو ساعة قوي. على فين؟ على البوكس حبيبي. يلا هاتي بابي ويلا. يلا حبيب بابي. يلا انا جبت دول، هاتوا بقى. الله انتوا جبتوهم يا اولاد اللذيذه. مد بقى، بلاش شغل صفايح الزباله اللي انت بتعمله. لا ده لا انا مش هخش. خش انت. لا انا ما ينفعش اخش القسم، انا لو شفت اي ضابط ادب اتحرق. انا بقى لو شفت اي ضابط اتحرق كفاره يا زعبله. انت زي ما انت، ما اتغيرتيش، الحجز ما غيرش ملامح وشك ولا غير غباوه امك. جرايه زباله، ده انا ما بقاليش غير نص ساعه جوه، وبعدين كده كده تبقى واقف قدام القسم وما تدخليش اما صحيح زباله. ما يولع ولا يتنيل بنيله. يولع. علي تعالى، انا عايزك في كلمتين. تعالى حبيبي. علي انا عايزك تهدى، احنا مش عايزين مشاكل. وما تقلقش، اجراءات نقل الملكيه هتخلص بكره الصبح، بس المهم بقى من النهارده لبكره الصبح زي ما اتفقنا الحنيه يا علي. بلبل لسه صاحي اهو. طمني، شهاب نقل الملكيه لمعلي؟ بس انا مش بكلمك عشان كده، ميناش تحت عندك في البيسين ومستنياك يا معلم. وحيات امك اخيرا. امال وتوبلس. توبلس كمان. ثانية واحدة يا بول. ثاني أجهز لك يا ميناش. أجهز لك يا ميناش. نبيل، وأنت قصدك توبلس ولا تيوبلس؟ ما تخافيش، انا بني ادم زيك بالظبط. محسوبك زباله يا ولاد الجزمه. ايه ده؟ وديت العفش فين؟ فين الكلام عن ال في والسفره دول سجبانه؟ ده انت بيها قوي والنعمه. ده العفش ده كله اتش اس. ايه؟ اتش اس، الشركة السعودية عرض البكر الرشيد، أرخص ووفر. أنا مش لاقية فلوسي في الشارع يا بيه. فلوسك؟ اتع. أنا بعمل زي العصف. أوه، إيه ده؟ بعمل زي المكواجي. أنت وين متعود تاخد تاني؟ باخده في العضل أحمر. كيف أسمر هيك؟ ده انت عنصرية بقى. اطلعلي. شو يا علي؟ هيدا من وقت ما نزلوا المية دافية قوي. انت ايه اللي نزلك اساسا؟ اكيد هموت وانزل المية يا حياتي. وانت ايه اللي نزلك اساسا؟ كنت هموت وافك مية يا حياتي. يخرب بقى.
قربتي المايه دافيه ليه؟ لا لا ثواني بس، عشان هي شربت ميه كتير. ابقى باصها بقى دقيقه وما اشوفكش قدامي يا زباله الكلب. يا نهار اسود، استهدى بالله بس، استهدى بالله يا بوبي، استهدى بالله. انت بتعمل ايه؟ هتودي نفسك بتحشر واحد زباله؟ ما تعملش كده ابدا. مناش معلش، خمس دقايق هطلع اغير وانزل اوصلك على طول. معلش. وانتي؟ هطلع وانزل على الله لقيك اتحركتي من مكانك يا معالي. عارفه لو اتحركتي ههينك. عارفه يعني ايه ههينك؟ سامعه ولا مش سامعه؟ ماشي. انت يا بنت خطفت الرجاله، انت تمشي تتجري من الفيلا دي ما اشوفكيش بعد دقيقه واحده. اتحركي بقى لما اشوفك نصين. يلا يا بنت يلا. هي مناش فين؟ مناش دي صايعة، قالت لي انا هشقك نصين، وانا بقى خفت وهي مشت. بقى اللبنانية قالت لك هشقك نصين؟ لا، حق ربنا هي قالت لي هشقك نصفون نصفان نصفين نصفين نصفين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طب انت هتوصلني الشركة ولا اخد انا العربية واتكل على الله؟ عربية مين يا بنت اللي تاخديها؟ على الله تقربي للعربية، سامعة؟ هي فين العربية؟ سلامة الشوف يا بوبي. لا أكيد لا أكيد. أصل الواد زبالة خد العربية وداها عند الواد ثروة الجربعة اللي في الحرفيين، روشها بقى كل الترويش الحلو اللي أنت شفته ده وببلاش. إيه ده؟ ليه كده؟ إيه اللي بيحصل لي ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ايه ده؟ ايه الفرو ده؟ عشان البرد. وايه المروحه دي؟ عشان الحر. التخين بيعمل ايه؟ التخين بيعمل ايه؟ لا ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ والنبي على السلامة منا، اما الواد زبالة ده عليه افكار. يا رب ارحمني. ليه كده؟ ايه اللي بيحصل فيا ده؟ ده انا هخلي شاب ما يصرفلكيش ولا مليم. ده تسيب، ده اهمال، في رحرحة فكرية. ايوه، في ترهل إبداعي. مظبوط. عيد ميلاد ميس معالي قرب وما وصلناش لأي فكرة ترضينا. أهم حاجة الساحر الكولومبي لازم يتحجز له سويت في أهم فندق. ده بيطلع البيضة من حتت غريبة جدا يا جماعة. إيه يا شهاب في إيه إيه؟ بقول لك إيه، سيبك منه. بالنسبة للرجالة اللي جايين أنا عايزاهم يجوا صعبين كده عشان يبقى في تحدي في الموضوع. يعني مثلا واحد بيحب مراته قوي يبقى في احتماليه ان بيته يتخرب. واحد متدين وبيخاف من ربنا يبقى في احتماليه انه يخش النار. واحد مالوش في البنات نخليه ليه في البنات. واحد له في البنات نخليه مالوش في البنات. حلو. واهم حاجه بقى ازاي ملط بس والنبي لبسهم ببيونات، الجو برد. ايه الرحمه دي؟ عروسه بقلب ام؟ ده انتي ولا اوبرا وينفري؟ مين؟ حياتي الدرديري بس بتاعت امريكا. والنبي دي قمر بحبها. في ملحوظه مس معالي، حضرتك كنت تدينا تعليمات بالتوفير وكده التكلفه زايده. بعد اذن حضرتك عندنا متعات حفلات ممكن يقوم بالموضوع كله ببلاش مقابل الدعاء لنفسه. اشتريت، وهيبقى أرخص وأوفر. أنا مش فاهم يا علي، أنت محسسني إن أنت أول أب يعمل مشاكل مع بنته. أب إيه أنت؟ صدقت أنت كمان. طب أنا أعرف إن اللي بيخلف بنت ده بيشوفها بتكبر قدامه، تكبر شوية تلبس قصير يخين عليها، تكبر أكتر تتعرف على واد يبقى هيتجنن، تكبر أكتر تبقى هتتجوز يحط جزمة في بقه عشان يحب الواد زي عياله. انما انا اخلف واحده قدي ورقاصه وزفت ليه؟ علي لازم تتفرج عليه. يعني بص علي، لكل جواد كبوه ولكل اسد رساله وصلت. انت الجواد النهارده مستنيك. ميناج اسمعني بس، معالي بتعمل عيد ميلادها النهارده في الفيلا، تاخد انت الجواد على المكتب وتعمل ليله احلى من الف ليله وليله. اخيرا يا ميناج اخيرا. أنا عايز أعتذر لك عن اللي حصل المرة اللي فاتت. ده أنا هوريكي مكان رومانسي عمرك ما شفتي زيه في حياتك. Oh,
قطر. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ راح فين؟ اوعى كده انا داخل بيتي. بيتك؟ اتفضل لو سمحت، في ناس وراك عايزه تخش، دخول لي قواعد. قواعد؟ انا يتقال لي قواعد؟ ماشي. ايوه يا نبيل، تعال لي على البيت حالا حالا. مش عارف اخش بيتي يا نبيل. سلام. ماشي بعد اذنك يعني. لا. هي ايه القواعد؟ ابقى حاجز من بدري؟ لا. كابلز؟ لا. طب اعمل ايه عشان اخش بيتي؟ ايه؟ يا جدعان هي معالي اتأخرت كده ليه؟ معقولة كل ده ولسه ما نزلتش؟ دول يا سيدي ابوها اللي مأخرها. انت تعرف ابوها؟ ايه اللي اعرفها ابو الكباتن؟ ابوها ده اكبر اورني في مصر، ده عنده بنتين مسرحهم بياخدوا من وراهم الشهر. لا يا راجل. حلوه. هابي بيرث دي تو معالي. كده تبعني يا شاب. انا قعدت معاك خمس شهور ما بقبضش، دلوقتي انا قابض خمس شهور مؤكد. فلوس حرام يا شاب. بس حلوه قوي يا عدو. بس ايه رايك بقى في الفستان اللي انا اخترته لك؟ ايه ده؟ في ايه يا علي؟ انا يقلعوني البدله ويقول لي هات رقم البوكسر عشان نسلمك وجبه؟ في ايه؟ بلبل البابيون مع شعر صدرك واو. ميرسي يا شوشو، انت كمان كرشك سو سكسي. يا بس بقى ايه ده بس يا علي، وقول لي معالي فين؟ ايه اللي جابك هنا؟ يا علي انا اللي منظم الحفله دي، ولما عرفت انها بنتك ما رضيتش اخد منها ولا مليم. ده بدل ما تشكره بعد اللي انت عملته معاه. تشكره على ايه يا بنت؟ ما تركزوا معايا بقى، اتكلموا معايا. وليد انت فاهم وانا فاهم. يلا بره. ايه ده؟ انت عامل وشم باسمي؟ لا ما تصدقوش، ده مش حقيقي. حتى شوفي، شفتي؟ ما تنساش حقيقي. سوري سوري جايز، هاف فن هاف فن. تعالى اوريك التورته. يلا هاف فن هاف فن. ده جاي يعلم عليا يا نبيل. نعلم عليك ولا نينا؟ ده حمار راح يفرجها التورته. بص يا علي، انت تخرس خالص، ومبدئيا كده كل حاجه في البيت ترجع زي ما كانت، والشركه ترجع زي ما كانت. سامع؟ انا كنت بعمل كل ده علشان اربيك، بس المساله كده داخله في الجد يا عدل، لان بنتك طالعه عناديه زيك بالظبط، فاي حاجه بتعملها هتجيب نتيجه عكسيه. شهاب عنده حق، انت تطلع دلوقتي تستريح في اوضتك، بكره الصبح تروح المكتب عند وليد وهترفع له قرون. انا هفهمك ترفع له قرون ازاي، وبكده يبقى مفيش حد علم علينا. كنت متاكد انك مش هتاخر، وانك هتجيلي راكع على رجلك بعد ما خنتني. وليد انت فاهم غلط، انا عملت كل حاجه غلط في حياتي الا اني اخون واحد صاحبي. واللي عملته معايا ده ايه؟ انت مش صاحبي. يلا انت اخويا. عارف يعني اخويا؟ بنتي بنتك يا وليد. بنتك عشيقتي يا علي. طب ابعد عنها بقى، عشان انا في لحظه هفهمها ان انت راجع ترد فيا كل اللي عملته فيك. جرب جرب وانا هقول لها انت رجعتها ليه وكتبت لها كل حاجه باسمها ليه. علي انا عندي 10 موظفين شغالين 24 ساعه كل يوم عشان اعرف كل حاجه عنك. انت اللي جبته لنفسك يا وليد. جرب. علي جهز نفسك، كلها كام شهر وهنجيب لك بيبي صغير يقول لك جدو علي. بس في الحرام. حبيبي هو بيت زباله فين؟ اقول لك وما تزعلش. اقول هزعل ليه؟ يا حرام يا زباله. ايوه يا عبيط، انت زي ابني وكنت بختبرك، بس للاسف فشلت في الاختبار.
طب اعمل لي مساس في السمانه. طب انا بتقرف اسلم عليك، همسك سمانتك ليه يعني يا زباله؟ حط نفسك مكاني. بذلك. وش؟ بقول لك ايه؟ تعرف تشوف الباب ده من بره؟ ولا من جوه يا زباله؟ بس احب اقول لك بقى ان في واحد بيلعب على معالي. قصه حب. في حاجة؟ أؤمر. كنت عايز أتكلم معاكي في موضوع يا معالي. مش أن الأمان بقى أن أبقى جد؟ نفسي أشيل ولادك يا معالي. والنبي ابن حلال، لسه كنت عايز أكلمك في الموضوع ده. بص بصراحة أنا في الأول ما كنتش مستريح له، بس من الواضح أن أنا مش هلاقي حد في الدنيا هيحب كده. أخيرا رديت عنه؟ يا حبيبي. طب يلا عروسة بقى جهزي عشان عريسك زمانه على وصول. ما أنا عارفة وجاهزة. هلا انتوا بتتكلموا من ورايا؟ ايه ده؟ انتوا ايه اللي جابكم مع بعض؟ انا جيت الاول وربنا. ايه ده؟ انت قلدت الباب ولا ايه؟ ده زباله. زباله. اوبا. ايه القرف اللي انت لابسه ده؟ بس يا عم بقى يا عم، انت هتحلو علينا قرف. انت مش شايف الواد لابس ايه؟ ده مفيش مقارنة أصلاً. المصيبة إن مفيش مقارنة. اسمع، أي حاجة جوه يقولها تعلي عليه. ماشي ماشي. تعلي عليه. ما خلاص يا عمي ماشي. سامع. سامع وأنا أطرش. مش المشكلة إن هو سامع، فاهم؟ سامع. اتفضل. خلاص يا عروسة، خلاص، خلاص. طبعاً يا أنكل، أنت عارف أنا جاي ليه وعلى إيه؟ طبعاً يا أنكل، أنت هارش أنا جاي ليه ومتفقين على إيه؟ ده لو اتفقنا أساساً، إحنا لسه ما قلناش كلمتنا. لا، كان عندي الصبح ومتفقين. أقطم. إيه؟ أقطم. ما علينا، نتكلم في الجد يا جماعة. الشقة، أنت عندك مواليد شقة ما تقلش عن 550 متر. أنا عندي فيلا 7 أوض، 3 حمامات وساونا وجاكوزي في أحسن كومباوند في مصر. هي دي مساحة؟ اتفضل يا زبالة بيقول له، شوف الكلام بقى. أنا عندي شقة. بس؟ بكبانيه وبشطافه في اخر فيصل سيتي. فيصل سيتي دي اللي جنب القطاميه هايبس. ما علينا، احنا بنتنا عينها مليانه وما يهمهاش الفلوس. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا التعليم، مش كده يا بلبل؟ طبعا اكيد. زي ما انت عارف يا انكل، انا قبطان، وبعد لما خلصت الاكاديميه اتخرجت من فنون جميل. زي ما انت هارش يا انكل، انا انضف واكبر نبتش افراح فيك يا منطقه. وبعد الاصلاحيه انا مخلص فنون جميله قوي. هي ايه اللي جميله قوي؟ الفنون. فنون ايه ونيله ايه؟ هو بيقول لك اوصف لي الكليه. احنا بنتنا عينها مليانه وما يهمهاش لا الفلوس ولا التعليم، احنا اهم حاجه عندنا الاصل. انا جدي الكبير رياض باشا من اوائل الناس اللي حاربت الاستعمار البائد واعتقل ظلم. حبساجي يعني؟ حبساجي. ايه 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 ايه؟ قصدي جدي الكبير بقى زبالة باشا الأول كان مزامل سعد فلقس أكبر أوراني في وش البركة. أوراني؟ أهو ده النسب اللي يشرف. مش قلتلك هيصدق؟ اتنيل أنت التاني. أنا بنتي بقى عينها مليانة، لا ليها في الفلوس ولا التعليم ولا الأصل ولا الجواز من أساسه، ويلا أنتوا الاتنين برا. حاضر يا أنكل، كلامك سيف على رقبتي. حاضر يا أنكل، كلامك رقبة إزاز على رقبتي. ما انا رقبه الازازه بتغز اكتر، بعلي عليه. بتعلي الضغط يا زباله بره. صحتك يا حاج. يلا يا زباله بره، يلا اتكلم. اتنيل انت بهدلت الدنيا. يلا يا حبيبي من هنا. يلا يا اخوي، يلا ما عندناش بنات الجواز. وانت يلا على اوضتك فوق. بس عليك يا بوبي بقى كده. طب انت مش تتكلم معايا خالص. زعبول قلب بنت فجاه. ودينا عوره. بقول لك ايه، انا عايز اشوفك النهارده. حاضر يا ستي، هخليكي تشوفيني. بس زي ما هو خانق علينا، انت كمان خانقه عليه في موضوع البنات لحد ما يوافق على جوازنا. بس اهم حاجه رجلك على رجله، وبالذات النهارده. خلاص خلاص بقى، انا جاي في الطريق اهو. مالك النهارده مش على بعضك كده ليه يا ميناش؟ ماشي. على فين؟ انا قلت انزل اشم هوا واروح لوعد صاحبي. خلاص انا جايه معاك. يلا يلا كلمه وقول له ان احنا جايين سوا. يلا ايه؟ افرضي الراجل نايم، الوقت يعني متاخر ما يصحش. منين نايم؟ ومنين كنت رايح له؟ صحيح، ده انا كنت رايح له. انا كنت ناسي الموضوع ده خالص، فكرتيني. الو، انا جاي ومعايا بنتي، وانا مش هينفع اشوفك لوحدك.
هات بنت عشان نبقى احنا رجاله وهم بنات. ميناج هاتي راجل كاني رايح له هو. ايوه بالظبط، هات بنت. بونسوار. اصلي ميناج دي زي اختي او زي بنتي. خش خش يا انكل اتفضل. ده ايه الصدفه الحلوه دي؟ مش باباكي كلمني وقال لي انك جايه معاه، فقلت اكلم ميناج عشان تيجي تقعد معاكي، ولا ايه يا انكل؟ بونسوار حياتي. ازيك يا ميناج؟ هلا. الو. لا لا لا، ليه يا بابي؟ ما انت لسه باين. هو كده ما اسمعش صوتك. يلا يلا حياتي، يلا اتفضلي. طب ايه تشربوا ايه بقى؟ ولا اي حاجه، احنا خمس دقايق وهنمشي على طول. شو تروحوا ما تروحوا؟ انا بدي اياك بموضوع كتير مهم بالاوضه. شو؟ دي صغطة يا حبيبتي، قط المكتب، قط المكتب، شغل شغل. آه شغل. طب بقول لك إيه بقى يا بوبي، عايزين شغل على أبوها. يلا ما تكسفناش، روح روح يلا يلا. طب معلش يا وليد، يعني ممكن تقعد مكاني بس يعني عشان ما حدش يغلط؟ يا عم أنت لسه هتفكر، احجزهم لي هما دقيقتين مش أكتر. دقيقتين؟ استنى هنا، دقيقتين يا كسفنا. مش زي ما أنت فاهمة خالص خالص. علوشي تا يلا. ما تيلا بقى يا علوشها. واخيرا اكيد في حدا عمل لنا شيء عمل تحت يفرق بيناتنا. تعرف شو؟ انا بعشق فرقته اللي بيني وبينك. معلش معلش، لحظة لحظة وارجع لك. معلش. موافقه كده؟ ابدا، كان بيقول لي تعالى موريكي فرق الطول بينا. يلا بقى يا علوشي. ما تيلا يا علي، الشغل هيبرد. طب اقعدوا اقعدوا. ايه ده، انت نمتي؟ طيب تصبح على خير. انا بقى استنى يا علي، شو هيدا ستريس كله؟ تعا روق تعا حياتي، روق شوي. شوفي بصي، أنا في صراع نفسي بشع. شو رأيك نغير مود القعدة؟ يا ريت. احكي لي نكتة. ودي حاجة تتحكي؟ نكتة نكتة نكتة، نقضيها نكت أحسن طبعًا. بيقولوا مرة واحدة حامل غبية قالوا لها جوزك بيخونك، راحت قالت له صرح لي اللي في بطني ده يبقى ابن مين؟ لا لا لا. تعملوا إيه؟ عارفها عارفها، بتاعت البت الحامل لسه قايلها جوه. يلا. ايه ده يلا على فين؟ ما لسه بدري. اسمعني انت، الحركات دي ما تخشش عليا، ابعد عنها. انا عملت ايه بس يا انكل؟ انت عارف انت عملت ايه كويس. اقسم بالله يا وليد لو شفتك في حته تاني همد ايدي عليك. خلاص يا انكل. هينك، عارف يعني ايه هينك؟ ولا هتعرف تعمل حاجه. الراجل اعمل حاجه. يلا اعمل حاجه خلصني. انت حمايه ما اقدرش اعمل حاجه برضه انكل. ما تقولش حمايه وما تعرفش تعمل حاجه، انت عيل فرفور. ياه عيل فرفور، سامع؟ فرفور. يلا الشنطة. طيب اهي نجرب. غالية، انا مش فاهمة الصراحة انت عملت معاه كده ليه. كنت بختبره، ودي طلع عيل من العيال بتوع اليمين دول، ما يعرفش ياخد حقه. ده عيل طري. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ ما تخافيش ما تخافيش، انزل يا انت وهي. ولا ولا ولا، ما تكبلش على العربية. يا بس يا بنت، مش في راجل معاكي؟ فيها يا رجاله بشنبات من غير شلنكبات؟ فيها معالي، هي مش بتتقال كده؟ ولا ولا ولا، نزلوا يا بس يا بنت، مش في راجل معاكي؟ هتقولي البنت دي علشان نغتصبها مرارا وتكرارا حتى تستغيث. خطيبتي قد تحمر. Oh!
حماه يا غلبان تعملوا فيه كده يا كلاب؟ عشان حماه يا غلبان تعملوا فيه كده يا كلاب؟ حسب يا وليد. بس يا بنت مش في راجل معاكي؟ اتنيل. مش عشان حماية مغزق تعملوا فيه كده يا كلاب؟ ايه كل ده؟ 250 جنيه بحلف. هتيجي تركب معانا ورا زي الجزمة ولا مش هسيبك هنا؟ يلا حبيبتي. معلي انا من بكره مش هسيبك. I will watch you everywhere. Thanks your underwear. في عربيتك يا انكل. شكرا. انكل انا عارف انك كبرت. انا عايزك من النهارده تعتبرني زي ابنك. ظهرك سندك. مفيش كلب هيقدر يقرب لك. انت فرفور يالا. ايوه. فرفور سامع؟ ايوه ما انت لسه قايل لي. حرام. بصي بقى مفيش نزول مع البني ادم ده. بص انت بقى لو عايز تقعد في البيت ده في قوانين لازم تمشي عليها. اولا النزول مش قبل 6 والرجوع مش بعد 6، يعني تنزل وترجع في نفس الوقت، ما تسالنيش ازاي. ثانيا ما تقوليش تعرفي مين وما تعرفيش مين. ثالثا شيل وليد من دماغك دي. اخيرا وليس مناخيرا. ايه يعني اخر حاجه ومش اخر حاجه؟ وبص مش عارفه افهمها لك عشان انا شخصيا مش فاهماها، بس هي دي القوانين اللي انت هتمشي عليها. مين ده اللي بتقولي لي قوانين يا بت انت؟ اسمعي انت بقى. مش سامعه مش سامعه مش سامعه. بيب 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 بيب. مش بيب 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 بيب. انا مش بكلمك. تعالي هنا يا شخه. انت عايز ايه يا ابو شخه؟ انت بتشتميني؟ مش انت ابويا؟ تعالي بقى انا اللي هربيك يا معايا. ايه؟ يعني مش حلوه. ده ايه الخيال ده يا بنت الكلب؟ لا لا انت بتتشطر عليا يا علي. بتتشطر عليا. لما كنت بتتشطر على رواق من شويه بتعايريني يا بنت الكلاب. بلاش هموت. علي علي يا علي. وحيد امك يا علي. وحيد امك. دي اخر الدلعينين. من هنا ورايح في سبعان كلام. وديني واعبد. وديني واعبد. لا افتح نفسي عليك وديك في 60 داهيه. مش فاتحه. وكلمه واحده ثانيه زياده هجيب لك وليد. ماشي. ابي وريني هتخرجي معاه ازاي. ابي وريني هتخرجي من البيت ازاي اصلا. قلبي وربي غضبانين عليك يا بنتي. قلبي وربي غضبانين عليك يا بنتي. قلبي في ايه؟ قلبي ارتفاع في ضغط الدم أدى إلى غيبوبة مؤقتة. هو في حد متقدم لبنته وهو مش موافق عليه؟ بس أنت عرفت إزاي سعادتك؟ باين يا بنتي في الأشعة أهو. فعلاً يا دكتور ده المهر باين. أو مهر على الرئة أهو. ما تتجوزوش يا بنتي عشان ده خطر جداً. هو بياخد أدوية في الفترة الأخيرة؟ بعيد عنك. اللهم عافنا وعفو عنا. بياخد الكتافاست. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي يا جماعة. أنا أستأذنكم بس سيبوه يرتاح شوية. طب معلش يعني في ده السؤال يا دكتور. هو في أمل؟ بصي أنا أكون واضح معاكي. الـ 24 ساعة اللي جايين لو عدوا على خير هيكون في خطر كبير جدا على حياته. شكرا ميرسي قوي يا دكتور. أزعجناك وتعبناك. شكرا شكرا ميرسي. لا ما نبختش. اسكت خالص. امسك يا بنانا. بقيت حقك. بس بس إيه ونيجي إيه؟ ده تمام مسؤولة أنت صلحتها. اجري الحال بس انت بقى المأذون عشان احتمال اعوزك بالليل. يلا مأذون؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. اديك سمعت كلام الدكتور. بلاش يا بنت حكايه وليد دي. بلاش عشان خاطر ابوك. بس وليد ده عريس ما يترفدش. يا نهار اسود. جيم اوفر. حرام عليك يا شيخ لحد ما قلت لنا الراجل. لا
لا لا لا خلاص، انا وليد ده انا مش هشوفه تاني يا بوبي، مش هشوفه تاني. الحمد لله اهو خد محاوله تانيه. كونتينيو. بصي الجهاز اخرس، لا من ديني ولا من دينك، هو اللي قال. الحمد لله، والنبي انا ما عايز اكتر من كده. حمايه ماله يا معالي؟ ما تخافيش انا هسفره وتعالج بره. ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ ما هي مفسره نفسها. اسمع بقى يا وليد، انا من النهارده مش هينفع اشوفك تاني عشان دي رغبه ابويا. اخسره يعني عشانك؟ الحمد لله على السلامه يا بوبي. بقى انا عايزك تطلعي الاولى. انا عايز المدير حالا. يعني اسيب بنتي 10 دقايق ارجع عليها معيطه؟ فين مدرس الحيوان اللي شتمها؟ ايوه ممكن يا فندم ناخد رفد من غير ما احضر وشوشره. في أميرة جميلة اسمها معايا. شغل إيه بس يا بنت اللي جاي من ده في وقت زي ده؟ بقول لك إيه، أنا دلوقتي بقيت مديرتك، يعني تسمع كلامي من غير ما تجادل. شغل عالي يا معالي. امال ايه؟ كل سنه وانت طيب. بس نبيل ما لحقش يحضر عيد ميلادي بتاع الاسبوع ده. ده مش عيد ميلاد فاسكونيا اللي كنت بتعملهم قبل كده، ده عيد ميلادك اللي بجد، ولا انت نسيت؟ هابي بيرثداي يا بوبي. قلتها صح؟ هو البي والبي منتحلين شخصية بعض، بس انت اي حاجه تقوليها صح يا معالي. وانت عيد ميلادك انت؟ صدقني لو قلت لك ما اعرفش. كل اللي اعرفه بس التاريخ اللي مرمي في شهاده الميلاد اللي هو مش حقيقي. طب ايه رايك لو عملنا عيد ميلادك في اول يوم اتقابلنا فيه؟ فاكره؟ ايوه فاكره. ديل. يلا عشان طفي الشمع. يلا. شركة معالي علي القلة؟ ايوه يا فندم، دي معالي وانا علي ابوها. خير؟ معانا اذن بالقبض عليها بسبب التهرب الضريبي. ليه؟ ليه؟ انا ما عملتش حاجة. اتفضلي معانا. بوبي هو انا عملت ايه؟ بوبي هو انا عملت حاجة غلط تاني؟ يا بوبي بوبي انت هتسيبهم ياخدوني؟ يا فندم خير يا شباب؟ هتتحول على النيابة بكرة، بس خليني اعمل محاوله كده مع المأمور الاول. ما تخافيش يا معالي مش هسيب. خير. يخلى سبيل المتهمه بضمان محل اقامتها على دفع كفاله قدرها 250 الف جنيه. بس سيادتك يعني المبلغ ده مش متوفر دلوقتي؟ طب خلاص تبات معنا خميس وجمعة لحد ما توفروا الكفاله. باشا في واحد اسمه وليد الحسين عايز سعادتك بره. خليه يتفضل. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا وليد على المبلغ الكبير قوي اللي انت دفعته ده. هو انا معقول يا سبيت محبوس ليله واحده؟ معالي سبقيني على العربية. أظن دلوقتي كده خلاص بنتك هتبقى معايا. عايزك بقى تعد من بكرة 9 شهور
عشان هتبقى جد. استغفر الله. ادخل. استني انا هاجي معاكي. انا ليه حق انك تديني فرصه اتكلم معاكي؟ سيبينا لوحدنا شويه لو سمحتي. ولا ليا الحق ان انا ارفض اديك الفرصه دي. علي اللي هو بيخاف عليك بجد وبيحبك وافق ليه انك ترجعي الكباريه يفكري شويه. ولو ان مالكش فيه بس هو قال لي اعملي كل اللي انت عايزاه لحد ما نتجوز الاسبوع الجاي. قصدك لحد ما ياخد منك اللي هو عايزه الاسبوع اللي جاي؟ صدقيني مش هتشوفي وشه تاني. بقول لك ايه يا علي؟ ممكن اعرف انت ليه مثلت عليا طول الفتره اللي فاتت دي؟ انك بتحبني وبتخاف عليا؟ طب ممكن اعرف انت ليه رجعتني تاني بعد ما طردتني؟ لو جاوبتني بس على السؤال ده انا مستعده امشي معاك وارجع البيت واعمل كل اللي انت عايزه. هتعرف تجاوب؟ موضوع الأب وبنته ده خلاص خلص. إنما بقى لو أنت جاي النهارده عشان تتفرج على الهز فالهز هيبدأ كمان 5 دقايق. يلا انزل بقى الصلاة عشان تلحق لك مكان وسط الرجالة. أصل الصلاة بتشغي تحت. عندي بوبي زي كل البنات. بيخرشي عليه وهو بيغير عليا ولا لما بيمسخرني لما عك قدام الناس. ولا خلاص بقى ليا ظهر بيحبني ويخاف عليا. أنا مش مصدقة إنه كاتب كل ده باسمي وأنا والله ما عايزة حاجة. أنا مش عايزة حاجة غيره هو بس. أنا معالي علي القلة وبتعايق بيه وحفضل فشخورة بيه طول عمري. أحبك يا علي يا قلة. بحبك يا أبو معالي. أنا مين؟ شهاب، إحنا لو بعنا البيت والعربيات ممكن يسدوا أي حاجة ويخرجوا معالي من المصيبة دي؟
والحاجات دي كلها باسم معالي قانونا محجوز عليها. طب والحل؟ في حل اعتقد ان مفيش غيره. البنت ماهي المجنونه انت ممكن تتجوزها وناخد فلوس. كفايه وسخه بقى يا نبيل. مش قادر. انا عندي مستثمر ممكن يشاركنا، هو الوحيد اللي عنده استعداد يدينا فلوس مقدمه نحل بيها المشكله، بس هو له شرط صعب شويه، انه يمضيك على وصولات بضعف المبلغ لحد ما عالي ما تمضي العقود ويرجع لك الوصولات تاني. لا 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 يا شهاب انا مش موافق على كده ابدا. دي وصولات يا علي، يعني ما فيهاش هزار، فيها سجن على طول. ما تضيعش نفسك يا علي. وادي اخر وصل. انا اسف يا استاذ علي، كان لازم اعمل كده عشان اضمن حقي. حقك طبعا. مبروك، مستنيكم قبل ميعاد الوصولات عشان نمضي العقد. شكرا. نورت. شكرا. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. شرفت حضرتك. علي الحق، وليد خد معالي على أوضة في فندق وتقريبا هينفذ اللي احنا قلقانين منه. انت علي شوية. أخيرا. أنا مستنيك تجيلي بقالي كتير قوي. وديني جيت. ده أنا هوريكي جو رومانسي عمرك ما شفتي زيه في حياتك. وده فين الجو ده؟ في الأوضة. تعالي أوريكي. واحدة واحدة. في إيه يا علي؟ واحدة واحدة علي. علي علي استنى يا علي. باشا علي. علي باشا ممنوع الباشا هنا. علي يا علي اهدى شوية بقى. فين يا عم أم الأوضة؟ الأوضة اللي جاية على الشمال. علي النبي يا علي أنا عارف وعذرك، أنت دلوقتي بتفكر إنه بيعمل مع بنتك اللي بتعمله ببنات الناس، بس اسمعني علي. هو أنت فاكر إن عيل زي ده عارف يضحك عليا أنا؟ أنا من أول مرة شفته فيها وأنا هرشاه، وعارفة هو عايز إيه كويس أوي. أصل ربنا يكفيك بقى شر دماغ الستات لما تشتغل، وأنا شغلت دماغي وعرفت إنك زيك زيه علي. معالي دي حكاية قديمة، واعتبريني حلتها خلاص وتعالي ننسى اللي فات. يا أخي ده أنا كنت قلت خلاص، ربنا رزقني بقى وعوضني بأب حنين، وأول ما اتعشمت فيك طردتني. قلت يا بنت الحمد لله، اعتبري نفسك حلمتي حلم بالغلط. لكن ازاي ده انت حتى استكترت عليا النحلة. وبعدين انت مالك قافش على وليد قوي كده ليه؟ ما انت زيك زيه، كلكوا صنف وسخ، اب بقى اخ صاحب ما تفرقش. تخيل الرقاصة اللي محدش قدر يضحك عليها ولا يشتغلها. ابوها عارف يعني. طب اديني فرصة اثبت لك ان كلامي صح، اني اصلح كل اللي فات. احبه بيها. بعدين يا علي هنعمل ايه؟ ولا حاجه يا شهاب، خد الفلوس اديها للراجل وهات منه الوصلات. خد الفلوس دي يا شهاب، بكره الصبح تروح تسددها، بس مش للراجل، سدد بيها اللي على معالي، تخرجها من اللي هي فيها، هي ملهاش دعوه. يعني ايه يا علي؟ انت هتتحبس مكانها. احسن ما احبس بنتي يا نبيل. انا مسؤول عن الموضوع ده من اوله لاخره، هو ده اللي كان المفروض يحصل من زمان، هو ده الصح. بتشوفه يا علي؟ اي خد حبيبة بابا زعبلة، أمورة بابا زعبلة، كتكوتة بابا زعبلة، تنورة بابا زعبلة. جبتك نيلة بنت مهزقة ملهاش كلمة صحيح. مبروك يا ولاد، ربنا يتمم بخير. مبروك يا زبالة. عمي مبروك يا زبالة حبيبي، عامل معاك واجب النهاردة عشان خاطر دخلتك. مخويات؟ لا شامبو عشان تستحمى، ريحتك نيلة. انت علي القلة العريس؟ لا انا ابو العروسة. اشجان العروسة؟ العريس.
اشجار انا بس بيدلعوني باللي زباله. لا حول ولا قوه الا بالله. حطوا ايديكم في ايدين بعض. مد ايدك يا اشجان في ايد حماك. قول ورايا. زوجتك موكلتي معالي علي القله. زوجتك موكلتي معالي علي. دلوقتي 10 ليه؟ مش عارفة ياسمين تأخرت كده ليه عند الكوافير؟ الله هي يعني مش دي ياسمين؟ انت هتستقبل يا عيل؟ دي ميرفت. شفت بقى عشان ما بترضاش تخرج مع اصحابي مش عارفهم من بعض. ما هم شبه بعض يا حبيبتي اعمل ايه طيب؟ الحقني يا نبيل دي بتسألني على ياسمين. ياسمين؟ ياسمين تلاقيها عند الكوافير، ما انت عارف دلع البنات ولكعتهم بقى. اهي جت اهي. اهي جت اهي. انسة ياسمين اهلا عبالك يا حبيبتي. كنا مستنيين. ممكن اطلب منك طلب وما تكسفنيش؟ اطلبي اي حاجه يا حبيبتي واكيد هتسفني. ممكن ترقص ياسمين؟ يا دي النيله سيب لي انا الطلعه دي بقى. ياسمين هانم تسمحي لي بالرقصه دي؟ بس خلي بالك منها يا نبيل. في عينيا يا طنط. معلش. عارفة يا معالي أنا فشخور بيكي جدا. إيه ده أنت قريت؟ قريت وهموت وأعرف يعني إيه فشخور. أنا مش مشكلتي بقى تعليمك على قدك. I hope life is just you can and I hope. ما تيلا بينا انا وانت نخلع من فرح الخلل والجوازتين البايظين دول ونتكل على الله. على رأيك هو في حد يتجوز واحدة اسمه زبالة؟ يا سلام. وهو يعني في واحد يتجوز واحدة مجنونة؟ دي مش بعيد لما تطلعوا فوق تقول لك ياسمين الأول. هتروح يا صاحبي فين؟ ده الفرح اللي عمرك ما هتشوفه زي في حياتك. اللي هتعمله بنات الناس الساد هيطلع عليك الحد والاتنين علي بابا. انا جاي جايز وفاق بس انت يا بنت الشام جاي جايز وفاق.
بص هس 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 عايزه اروس على واحده ونص. طب بصي بصي بص بصي بصي بص بصي بصي بص بصي بصي بص يا مانجا يا مانجا يا مانجا يا مانجا يا مؤدي ملوش زي قلبي بيوجعني اي يا مؤدي ملوش زي قلبي بيوجعني اي يا بتعب كل الدم اصلك في الحزن عام اصلك في الحزن حمام العيون دي قام قلبي لازل دب بطار قلبي العيون دي قام قلبي لازل دب بطار جننتني بجمالك ما عادش فيا بطر هسه 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 وابتليت ناقصه بس هسه 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 عايزه اروس على واحده ونص.